أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى في سورة الزمر: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يقول: لماذا عبر الله تعالى الخلق بالإنزال؟ الله أعلم. أنزل يعني الأزواج الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين إلى آخر الآيات، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه ثمانية أزواج أنزلها والله أعلم من أصلاب الفحول في أرحام الإناث. نعم.